واحد الكلمه للزميل مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا محمد بن بريك. متابعينا مشاهدينا الكرام، تحيه طيبه مسائيه رئيسية من هنا من أرض ميدان التحدي في هذا اليوم الخاص بنجوم المستقبل، 3 كيلومترات مع الحقائق وسنها، حيث بدأنا اليوم في هذا المساء بالأشواط الرئيسية والجوائز العينية القيمة التي رصدت 15 شوطا، رافقها 15 سيارة في هذا المساء. نتمنى التوفيق لكل المشاركين والحاضرين والمتابعين. نبدأ مع هذا الشوط الثالث ضمن الأشواط المسائية، شوط خاص بالإبكار، ونبدأ مع المركز الأول. وفزعة على المركز الأول تعود ملكيتها لحمد بن محمد بن مبارك بالحطم العامري من شعارات إخواننا وأشقانا بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. رأي على المركز الثاني مهير بن علي بن سعيد بن دري المنصوري، تتواجد وتنطلق على المركز الثاني. والمركز الثالث نتابع انطلاقة ثالث المراكز، يخود حسن بن أحمد بن حسن بن عيض العامري مع المركز الثالث. المركز الرابع تواجد وانطلاق تراحيب محمد بن محمد بن سعيد آل نابت على المركز الرابع. المركز الخامس الشعار الأزرق هنا وهذه القصيم تتواجد وتنطلق على المركز الرابع للسيد هاشم بن صالح بن عبد الرحمن بن محمد. والمركز الخامس يتواجد في هذه الانطلاقة الشعار عيسى بن محمد بن جمعة بن جبر المهيري مع ليالي المتسللة إلى المركز الرابع. المركز الخامس برمجة على المركز الخامس مبارك بن سالم بن محمد بن سالم بن جهويل. هذه النتيجة الأولى متابعينا مشاهدينا الكرام، النتيجة الأولى. وأعود إلى الكادر العلوي، إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى المقدمة. الله، الرقم واحد، الرقم الصعب، الرقم المهم، المركز المستهدف. هذه فزعة، فزعة، افزعي يا فزعة، فزعة على المركز الأول. حمد بن محمد بن مبارك بالحطم العامري أحد الأسماء المتخصصة مع الصغار. الله، المركز الثاني خود 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 على المركز الثاني. حسن بن أحمد بن حسن بن عيضة العامري منطلقة ومندفعة في هذه الانطلاقة نحو السيارة ونحو الناموس. المركز الثالث، المركز الثالث، رأي على المركز الثالث، ولكن القصيم بشموخها تنطلق، القصيم بكبريائها تتحرك. الله، القصيم على المركز الثالث، هاشم بن صالح بن عبد الرحمن بن محمد، ولكن جبارة 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 جبارة، ديروا بالكم عليها، ديروا بالكم على جبارة. راشد بن حمد بن محمد آل بريص المري تنطلق إلى المركز الثالث. المركز الرابع القصيم، المركز الخامس متعبة محمد بن سلطان بن محمد بن سيف العرياني. هذه النتيجة ونحن مع الكيلومتر الأخير واللحظات الأخيرة. جبارة يا جبارة يا خود، خود وجبارة، القصيم تتحرك ولكن جبارة، جبارة آل بريص. الله، جبارة مع المركز الأول. القصيم، 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 اسم مهم. هذه القصيم على المركز الأول، على المركز الأول تنطلق وتندفع. هاشم بن صالح بن عبد الرحمن بن محمد مع الصدارة. جبارة تحاول، جبارة جبارة تبغي الصدارة، ولكن المركز الأول، القصيم على المركز الأول، القصيم في المقدمة، القصيم. الله، تهانينا والناموس لمالك القصيم هاشم بن صالح بن عبد الرحمن بن محمد، فوزها وانتزاعها في هذا المساء. تهانينا والناموس. جبارة على المركز الثاني لراشد بن حمد بن محمد آل بريص المري. المركز الثالث، المركز الثالث يفايافي لعلي بن محمد بن بطحان الدفين. المركز الرابع، المركز الرابع يخود لحسن بن أحمد بن حسن بن عيض العامري. المركز الخامس فزعة لحمد بن محمد بن مبارك بالحطم العامري. متابعينا الكرام،
هذه نتيجة هذا الشوط. مراكزنا الخمسة الأولى، فازت القصيم لهاشم بن صالح بن عبد الرحمن بن محمد، انتزعت السيارة بعد معركة طاحنة مع جبارة وحققت الناموس بهذا الشعار الجميل. توقيت الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية 4 دقائق 25 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهاشم بن صالح بن عبد الرحمن بن محمد، فوز القصيم بالمركز الأول. جبارة فازت بالمركز الثاني وحلت وصيفة 4 دقائق 26 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن حمد بن محمد آل بريس المري، المركز الثالث. المركز الثالث فيافي لعلي بن محمد بن بطحان الدفين. توقيت الزمن 4 دقائق 27 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس